الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 3785. الجامعات تنظم عدداً من الوقفات التضامنية لدعم غزة ورفض تهجير أهلها إلى سيناء، ومنتدى شباب العالم يناشد المنظمات الدولية وقف الحصار. 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث أكد الزعيمان رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن. كما حذرا الزعيمان من خطورة دعوات تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، كما شددا على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري على نحو مستدام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. رحب السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين المصري والأردني. وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين، حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهل المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام، مع التجديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي. وذكر المتحدث الرسمي أنه جرى كذلك استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على نحو مستدام، وذلك أولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع. جاء ذلك خلال استقباله الفريق الأول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الأول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أكدا الحرص على تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات لا سيما العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الموقف في قطاع غزة،
حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكدا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، أخذا في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته. كما تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع. أكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر. وإذا استدعى الأمر فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر، وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء. قال رئيس البرلمان العربي عبد الرحمن العصومي أن ما حدث في المستشفى المعمداني بقطاع غزة ما هو إلا إبادة جماعية وجريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية. وأضاف العصومي أن استهداف المستشفيات المدنية والأهلية يعد انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني. البرلمان العربي أن ما حدث بمستشفى المعمداني إبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تفتقر إلى أدنى مستويات القيم الإنسانية، وأن غصب واستهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية والأهلية انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، محملا القوة القائمة بالاحتلال والقوة الدولية المساندة لها المسؤولية الكاملة عما يحدث، مطالبا بوقف المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون تأخير. كما يندد البرلمان العربي بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن هذا القصف المتعمد على مسمع مرأة الجميع يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإنسانية. أكد رئيس البرلمان العربي عبد الرحمن العصومي على مطالبته للبرلمان العربي ببذل الجهود لوقف النزيف الفلسطيني وفتح الممرات الآمنة لعبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا وقد أشار العصومي إلى أن الأوضاع في قطاع غزة شديدة السوء، ويطالب البرلمان العربي ببذل كل ما يلزم لوقف النزيف الفلسطيني وفتح ممرات آمنة دون تأخير لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال كامل مسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية. ومن العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا الأستاذ خليل القريوتي الكاتب الصحفي. بعد التحية، يعني أستاذ خليل، تابعنا صباح اليوم القمة التي كانت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله ملك الأردن، يعني أهم الرسائل التي يمكن أن نخرج منها من هذه القمة. سيدتي، بداية كما تعلمين ويعلم الجميع أن العلاقات الأردنية المصرية تشكل أنموذجا من نماذج التكامل العربي على كافة الصعد، سواء على الصعيد السياسي تطابق وجهات النظر تجاه قضايا الأمة وقضايا السياسية، أو على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد التجاري. يعني العلاقات الأردنية المصرية مميزة، ولكن الآن يعني تبرز العلاقات السياسيه والتنسيق السياسي بين الاردن ومصر تجاه ما يجري في غزه، وخاصه كما تعلمين ان مواقف مصر والاردن تجاه دعم الاشقاء الفلسطينيين ثابته ولن تتغير في الحفاظ على المقدسات الاسلاميه، في الحفاظ على ثبات الفلسطينيين على ارضهم. وكما يعني استمعتم الى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصريحات جلاله الملك حول
دعم الأشقاء في أماكنهم وعدم الدعوة لتهجيرهم من أماكنهم حتى لا تكون هناك عبادة جماعية وعمليات تطهير في سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية. الآن يعني ما يجري من تصعيد إسرائيلي يعني على غزة وبالتالي إذا سيلعك الضفة الغربية، هذا ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك من أن يعني ثبات الأشقاء في غزة وثباتهم في الضفة الغربية يمنع المخططات الإسرائيلية من تهجير السكان الفلسطينيين سواء إلى سيناء أو سواء إلى يعني نستطيع أن نعتبر أن التصريحات الرسمية المصرية والأردنية اليوم بالرفض التام للتهجير الفلسطيني، هذه التصريحات أو هذه المواقف الواضحة من الممكن أن تقطع الطريق وتفشل السيناريو الإسرائيلي؟ نعم يا سيدتي، هي تصريحات يعني هناك بعد سياسي واضح من التصريحات سواء من القياده المصريه والاردنيه تجاه ما يجري ومن مخططات اسرائيل لتهجير السكان وبالتالي لاقامه الدوله اليهوديه كما تعلمين. هنا يعني جاءت تصريحات سياسيه على المستويات في الاردن ومصر لتقول للعالم باجمع، رساله للعالم باجمع انه الاردن ومصر لن يقبلا هذا التهجير ولن يكونا مع هذا التهجير وسيدعمون ثبات وصمود الاشقاء من خلال المساعدات من خلال حشد التأييد الدبلوماسي الدولي والاتصالات السياسية التي تقوم بها مصر والأردن على مختلف الصعد مع القوى الدولية المؤثرة تجاه ما يجري في غزة وتجاه ما يجري من قصف وإبادة جماعية. وكما قال جلالة الملك وقال الرئيس عبد الفتاح أن هذه الحرب ستجر المنطقة إلى كارثة وإلى عدم الاستقرار وعدم الأمان، يعني لن تنعكس فقط على إسرائيل ستنعكس على العالم بأكمل، لأن هذه القضية مرتبطة بأمن واستقرار المنطقة والعالم خاصة وأنها تمس الأمة العربية بشكل كامل وليس الفلسطينيين لوحدهم. وتأكيد الأردني المصري على هذا الدعم وتأكيد البرلمان العربي كما قبل قليل يعني وقوف العرب كاملين مع الأشقاء الفلسطينيين. من جهة أخرى أستاذ خليل، يعني الدعم الأمريكي المطلق وغير المشروط وكما شاهدناه من خلال زيارة جو بايدن بالأمس إلى إسرائيل، إلى أي مدى يؤثر هذا الدعم المطلق على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؟ يا سيدتي، هو يعني الفلسطينيين اعتادوا على هذه التصريحات الصحفية سواء الأمريكية أو الدولية ودعمها لإسرائيل، ولكن ثباتهم لا يعني لا يتاثرون بمثل هذه التصريحات لانهم ثابتين على الارض ولن يعني هي عباره عن يعني اكثر ولا اقل دعايه والاصل هي من الاساس الاسلحه الاسرائيليه اسلحه امريكيه ومن الاساس الدعم الاقتصادي لاسرائيل دعم دولي، لكن الدعم العربي والدعم الاسلامي للفلسطينيين واهل غزه يعني اعطاهم القوه في الثبات وفي المقاومه وفي مطالبه بحقوقهم الشرعيه باقامه دولتهم وفي ثباتهم على ارضهم. هذا كما تعلمين هناك القوى الدوليه دائما تضغط من خلال تصريحات صحفيه ومن خلال ارسال الامدادات سواء الى اسرائيل او سواء الى على صعيد اخر الى اوكرانيا، لكن بنفس الوقت الشعب الاصيل الباقي في ارضه لن تهمه هذه التصريحات ولن يتاثر. ولكن لا ترى يا أستاذ خليل أن يعني هذه الزيارة بالأمس تعطي ضوءا أخضر لسلطات الاحتلال لمزيد من سفك الدماء ولمزيد من التصعيد العسكري داخل قطاع غزة؟ كما أسلفتي ممكن أن يحدث ذلك، ولكن بالمقابل هناك حسابات أخرى حسابات دولية أخرى يعني خاصة أنه يعني هذا إذا زاد التصعيد وزاد هذا التحذير الأسر المصري الاردني زياده التصعيد وزياده سفك الدماء يؤخذ بالحسبان سواء على الصعيد الامريكي او على الصعيد الاسرائيلي، لن يعني تمر تصريحات القمه المصريه الاردنيه بدون ان يكون لها حسبان سواء على الصعيد الامريكي او الصعيد الاسرائيلي، ولن تكون هناك اي تصعيد اكثر ما جرى يعني خاصه ان هناك علاقات يعني جوار وعلاقات اتفاقيه السلام وسيكون لها اثر عكسي وسلبي فيما لو زاد التصعيد الإسرائيلي أكثر مما هو عليه الآن. أشكر جزيل الشكر الأستاذ خليل القريوتي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. في نهاية الجلسة الطارئة لمجلس النواب وافق المجلس على إرسال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده للقيادة السياسية وللقوات المسلحة
في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري. كما وافق مجلس النواب على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية. في رسالتين، الأولى أقترح على حضراتكم إرسال رسالة لفخامة السيد رئيس الجمهورية نعبر فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده لفخامته وللقوات المسلحة المصرية. في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده. موافقة. أقترح على حضراتكم أيضاً إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده. موافقة. عقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي جلسة مباحثات لبحث تداعيات التصعيد العسكري في غزة. وخلال اللقاء أكد شكري على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة والإنقاذ الفوري للمساعدات واحتواء التصعيد وتجنب امتداده لمناطق أخرى. وفي سياق متصل، حذر شكري من تداعيات لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية، وأكد الآثار المدمرة لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تهجير قصري، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولية إزاء توفير الحماية اللازمة للمدنيين. من جانبه، أعرب وزير الخارجية لبريطانيا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر على كافة المستويات لخفض التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لا سيما تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية. كما رحب كليفرلي بمبادرة مصر بالدعوة إلى قمة للسلام، متمنيا لها النجاح في طرح حلول لوقف التصعيد الراهن والتعامل مع المستقبل. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأكدت وزارة الخارجية أن هناك جهدا وتنسيقا مشتركا لخفض التصعيد واحتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتوفير النفاذ العاجل للمواد الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة. أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفويضه ودعمه الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض التام لخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية وفي اتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي المصري. ووجه المجلس التحية للأشقاء الفلسطينيين على صمودهم أمام العنف والقصف الإسرائيلي وتحملهم للجرائم التي يمارسها الاحتلال والتي تصل إلى جرائم الحرب، مطالبا أنه سيطلب من شركة ميتا المالكة للفيسبوك وإنستغرام والشركة المالكة لمنصة تويتر والتي باتت تعرف باسم أكس مراعاة قواعد العدالة الإعلامية واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات فيما يتعلق بنشر الأخبار والصور والفيديوهات الخاصة بالأحداث في غزة. هنيا له الشهادة. ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها.
ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 3700 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظة الضفة إلى أكثر من 60 شهيدا، مشيرة إلى أن أكثر من 13000 فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة، وبلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1300. ننتقل الآن مشاهدينا إلى المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية صالح شكري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. للسلام ولقيادة فريق عمل الأمم المتحدة في تناول المساعدات الإنسانية اللازمة لتوفيرها إلى قطاع غزة. قد تباحثنا حول التصعيد غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الجاري وتبعاته السياسية والإنسانية الواسعة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وسائر دول المنطقة. ويشيد بالنداء الدولي الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة توصل لوقف فوري إنساني لإطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين في ظل المنعطف التصعيدي الخطير الذي تتخذه الأزمة وسقوط آلاف من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء في بيوتهم ومستشفياتهم. أوضحت السكرتير العام اقتناع مصر بأولوية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة. وفي هذا الإطار فقد دعا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة القاهرة للسلام، وسنعمل من خلال القمة التي ستعقد السبت المقبل على التوصل لتوافق دولي اتساقا مع المبادئ القانونية والإنسانية التي نقر بها جميعا لخفض التصعيد وصولا لوقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأود إشادة بالجهود التي تطلع بها الأمم المتحدة لمحاولة إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، وأضم صوتي للسكرتير العام في أن استهداف المقرات الأممية والإنسانية والعاملين في حقل الإنساني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن يتوقف فورا وأن يسمح بنفاذ الاحتياجات الإنسانية العاجلة. وأكد حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح فضلا عن تسخير إمكانيات مطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة، وبالرغم من تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر لقصف تسعى مصر بصورة حثيثة لإعادة تشغيل المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية المقدسة أمام الجانب المصري ليتم توزيعها بالقطاع، وأن يكون هذا الدخول دخول دائم ومتواصل ودون انقطاع. لطالما حذرت مصر من مغبة إمعان إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال في ممارساتها العنيفة ضد الشعب الفلسطيني وغياب الأفق السياسي لحل القضية وعدم الاعتداد بقرارات الشرعية الدولية، وهو ما نرى تبعاته اليوم في كل جولة تصعيد واشتعال للموقف، ولا نرى بديلا سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود وخطوط يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تشدد مصر على أن الاعتقاد بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة لدول الجوار أمر غير وارد، فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه كما صمد العقود الماضية، ونناشد الجميع بتغليب صوت العقل والعمل على وقف التصعيد الجاري وعدم إضافة المزيد من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، والإقرار
بالمخالفة الجسيمة التي تمثلها مثل هذه المحاولات للقانون الدولي الإنساني. بالتأكيد أن مشاركة معالي الأمين العام في مؤتمر القاهرة للسلام يضفي مزيد من الزخم لهذا الحدث. السكرتير العام وجهوده في تحقيق السلم والاستقرار والعمل على احتواء الأزمات وجهوده الحثيثة في هذا الصدد وتواصله المستمر لتحقيق هذا الهدف أمر نقدره ونعتز به كثيرا، كما أن وجوده للإشراف على عملية الإغاثة الإنسانية والإشراف على الأجهزة الأممية العاملة في هذا الشأن هو دليل آخر على مدى الاهتمام الذي يوليه سيادته للمكون الإنساني لهذه الأزمة واهتمامه بحماية الشعب الفلسطيني الشقيق. أرحب جديد سيد أنطونيو غوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة في مصر، وليتفضل بالكلمة. السلام عليكم. Your Excellency Minister Shukri and dear friends, thank you for your warm welcome and for your vital work. And through you, allow me to recognize and salute President El-Sisi for his critical leadership. I am in the Middle East on a humanitarian mission at a moment of profound crisis, a crisis unlike any the region has seen in decades. That crisis was triggered by the atrocious 7 October Hamas attacks that killed, injured, and kidnapped a large number of civilians from Israel and indeed from around the world. But this led Israel to a total siege on Gaza and a relentless bombing campaign with an ever mounting toll on civilians, the vast majority of whom are women and children, but also journalists, health workers, and many others, including our own UN staff. Let me be very clear, reaffirming that international humanitarian law must be respected, that protection of civilians is also a must, and any attack to an hospital, a school, or UN premises are forbidden under international law. In the face of this humanitarian catastrophe, I'm calling for 2 immediate humanitarian actions: to Hamas for the immediate and unconditional release of the hostages, to Israel for immediate and restricted access of humanitarian aid to respond to the most basic needs of the people of Gaza. Let me be clear, the Palestinian people have legitimate and deep grievances after 56 years of occupation. But as serious as those grievances are, they cannot justify terror attacks. And as appalling as those attacks have been, they cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Both of my humanitarian appeals are essential in and of themselves. And to help realize these 2 appeals, I am calling for an immediate humanitarian ceasefire. For nearly 2 weeks, the people of Gaza have gone without any shipments of fuel, food, water, medicine, and other essentials. Disease is spreading, supplies are dwindling, people are dying. And I was horrified by the images of death and destruction in the El Ali Hospital. Civilians in Gaza desperately need core services and supplies, and for that we need rapid and unimpeded humanitarian access. We need food, water, medicine, and fuel now. We need it at scale, and we need it to be sustained. It is not one small operation that is required. It is a sustained مستدامة. effort.
إنها ليست عملية صغيرة نحن نطالب بها أو ندعو بها، ولكن نحن ندعو أن يكون هناك جهدا مستمرا، وذلك لتوصيل المعونات الإنسانية من شعب غزة. وعلينا أن نتأكد أن هذه المعونة تدخل بأمان ويتم توزيعها. أنا على أرض مصر، وذلك لكي أقوم برعاية توزيع الخدمات الإنسانية والمعونة الإنسانية على للفلسطين. إن معبر غزة وإن مطار العريش هما القناتان الأساسيتين لحياة من يعيشون في القطاع، وإن مصر تثبت لنا للمرار وتكرار أنها هي عماد السلام، وهي المسؤولة بل وهي الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف. وكلما زادت الحروب أو امتدت فترة الحرب، كلما زادت العنف وزادت الخسائر الإنسانية. إن وقف إطلاق النار هو جزء لا يتجزأ وأساسي، وذلك للأعمال الإنسانية. وأنا سوف نقوم بتفعيل هذه المبادرة الإنسانية من الآن وبداية من مصر. ولا يجب أن ننسى أننا نحتاج إلى وصول إلى الحل الدائم والعادل، وكما أشير من قبل لا يمكن الوصول إلى حل وذلك دون خلق دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل. تتمتع كل دولة وذلك بالأمن والأمان داخل حدودها، وذلك إعمالا للمواثيق والقانون. إذا مشاهدينا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث قال وزير الخارجية سامح شكري أنه تباحث مع غوتيريش حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. وأشار سامح شكري إلى أن القمة المزمع عقدها في القاهرة يوم السبت المقبل للتوصل إلى اتفاق دولي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. من جهته ثمن أنطونيو غوتيريش بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في نزع فتيل هذه الأزمة، وكان واضحا في حواره أن في مؤتمره الصحفي أن لمصر دور كبير في الوصول إلى حل لهذه القضية. وأيضا قال أنه يجب بشدة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين هناك، وأيضا حماية مقر المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والتي تتعرض إلى استهداف إسرائيلي. وأكد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم ومستمر، وهو هنا في مصر لمتابعة هذا الأمر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورا للمسار التفاوضي. وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصعيدات الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمتواصلة لليوم 13 على التوالي، والتي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والجرحى. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن طائرات الاحتلال تقصف كل شيء وكل مكان في قطاع غزة، بما يعني أن قطاع غزة بكل ما فيه أصبح هدفا للقصف والإبادة في جريمة تطهير عرقي متواصلة لم يسبق لها مثيل. كما أدانت بشدة جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي أدت حتى الآن إلى استشهاد 69 فلسطينيا من بينهم عشرات الأطفال ومئات الجرحى والإصابات. قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل متعمد عددا من المخابز في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين الذين كانوا بداخلها وفي محيطها. وكان طيران الاحتلال قد قصف ودمر 5 مخابز في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، إما بشكل مباشر أو باستهداف محيطها، وأدى القصف إلى استشهاد عشرات الشهداء ومئات المصابين في صفوف المصطفين في الطوابير لشراء احتياجاتهم من الخبز. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة غارات على المنازل في رفح، أدت لاستشهاد أكثر من 30 من عائلات بريكا، إضافة إلى عشرات الإصابات وفقا لمصادر بالقطاع. كما استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على المنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة. مشاهد أدمت قلوب العالم ووقف فيها شاهدا على الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة. وبثت وسائل الإعلام لقطات لأهالي غزة من المدنيين العزل وهم يستخرجون ضحاياهم من بين الحطام الذي خلفه الهجمات الغاشمة والقصف الوحشي لأحيائها ومرافقها ومستشفياتها ومبانيها دون تمييز. وفيما يلي بعض اللقطات والمقاطع الصوتية للأهالي المسجونين في غزة الصامدة. رجعت هذا على المنتج، أطفال صغار رايحة رجليهم بيصعقوا علي، عمر قعد عمر قلت له هاي جاي نسعف، صرت أرفع ورمي جنب الحيط برا. كيف صار الإشي فجأة؟ الناس قاعدة، اللي بيعمل شاي اللي بيعمل قهوة، الناس بتطلع بعض، منطقة أمنة مستشفى. لم يكن هناك أي إنذار مسبق لاستهداف المستشفى، ولكن هناك أكثر من حوالي 3000 شخص. هؤلاء شكل هذا المكان لهم ملاذا آمنا. خلال فترة عملنا في هذه المشفى دون أي سابق إنذار وحوالي الساعة 6:30 تقريبا، استهدف المستشفى بقذيفة لا نعرف ما هي، ولكن عرفنا مدى نتائجها باستهدافها الأطفال الذين قطعتهم أشلاء والذين قطعتهم أجزاء. عودة إلى المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري والأمين العام للأمم المتحدة، حيث ينضم إلينا من قصر التحرير مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية سامح شكري. هناك عدة محاور تم التأكيد عليها خلال المؤتمر الصحفي، برؤيتك كيف ستكون المخرجات وأهم المخرجات لهذا المؤتمر؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل المؤتمر الصحفي هذا والسكرتير العام للأمم المتحدة، تم الاتفاق بين الطرفين على أهمية إدخال المساعدات بشكل مباشر للقطاع في قطاع
غزة، خصوصا بعد هذا القصف العنيف وهذا الاستهداف المباشر للمدنيين. وتحدث أيضا السكرتير العام للأمين العام للأمم المتحدة عن النقطة الأهم، هي أن أكثر من تم استهدافهم في هذه الضربات كانوا من النساء والأطفال. نعم. ربما أهم ما تم التركيز عليه هو إدخال المساعدات لقطاع غزة، هذا رقم واحد. الرقم الثاني وهو النقطة الثانية وهي ربما الأهم هذه الأيام في هذا الموضوع، حضور القمة الدولية التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة السلام الدولية. هذه القمة التي تم بالفعل الإعلان عنها ودعوة قادة العالم لحضور هذه القمة من أجل الوصول لحل جذري وسريع وخفض التصعيد، هذا النقطة الأولى فيما يتعلق بالصراع الذي يحدث. النقطة الثانية وهو إيجاد حل للدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967. هذه كانت النقطتان الأهم التي تم التركيز عليهما في المؤتمر. نعم كريم، أيضا يعني كان دعني يعني أمين العام للأمم المتحدة. نعم نعم كريم، أيضا دعني أتحدث عن يعني الإشادة التي أشاد بها يعني وزير الخارجية سامح شكري للأمين العام أنطونيو غوتيريش باهتمامه بهذا الملف أو إزاء ما تتعرض له فلسطين، وإشرافه شخصيا على الإغاثات والتأكد من وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. نعم بالطبع هذا صحيح، كان هناك إشادات من الجانبين، إشادة من وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري الذي أشاد بإشراف أنطونيو غوتيريس على وهو والمكتب العامل أو فريق العمل بالأمم المتحدة على دخول الإغاثات للإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة والمجهودات الكبيرة التي قامت بها الأمم المتحدة، وأيضا الأونر وهو ما تحاول أن تفعله داخل قطاع غزة، وأيضا أدانوا استهداف المقرات الأممية مثل الأونروا والأمان لاجئ الخاصة بالأونروا داخل قطاع غزة وداخل الأراضي الفلسطينية، كانت هذه من أهم النقاط. وأشاد أيضا أنطونيو غوتيريس بالمجهودات المصرية وأكد على أن دائما ما كانت مصر هي اللاعب الأساسي والرئيسي في التعامل مع القضية الفلسطينية، وهي دائما الباب الأول والمفتوح للحلول السريعة والنفاذة للحفاظ على أرواح الفلسطينيين وأيضا على القضية الفلسطينية، طالما المعبر هو خير مثال الآن حيث تستقبل مصر المساعدات من جميع دول العالم في مطار العريش الدولي ليتم نقلها للفلسطينيين، هذه المساعدات من طعام و أيضا من مستلزمات طبية وكوادر طبية أيضا. لذلك الإشادات كانت من الجانبين، وأكدوا على حضور هذه القمة يوم السبت القادم الذي ستعمل بشكل مباشر على تخفيض التصعيد والوصول لحل جذري للقضية الفلسطينية. نعم مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، جزيل الشكر لك. فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة أنه هيحدث أيضا أمر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها واللي المجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ. إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل. أدان منتدى شباب العالم الأحداث في قطاع غزة معربا عن مدى الحزن لفقدان آلاف الأرواح البريئة جراء القصف العدواني للمنطقة. ونشد المنتدى كافة المنظمات الدولية للمطالبة بوقف الحصار وتسهيل دخول المساعدات لغزة، داعيا الجميع بتوجيه الأنظار على الاعتداء الأخير على مستشفى المعمداني. وتضامنا مع الشعب الفلسطيني شارك شباب المنتدى بالاعتصام عند معبر رفح حتى دخول المساعدات لقطاع غزة. تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق
شارك منتدى شباب العالم بالاعتصام الذي تم الإعلان عنه عند معبر رفح البري حتى دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأعربوا عن إدانتهم لما يحدث في قطاع غزة من حصار وقصف للمواطنين المدنيين مؤخراً، معربين عن كامل حزنهم على فقدان آلاف الأرواح البريئة جراء القصف العدواني للمنطقة، وداعين كل المسؤولين أو كل من له شأن بأن يسرع عملية دخول المساعدات وتسهيل وصولها للنازحين. احنا بقالنا عدة أيام منتظرين على مدخل رفح، عايزين نوصل المساعدات الإنسانية دي لأهلنا في غزة. طبعا أهلنا في غزة بيعانوا من حالة صعبة جدا، القصف المستمر أدى إلى انقطاع الكهرباء، المية، الأكل، المعونات اللي ليها علاقة بالأسيستنس، الميديكال أسيستنس أو المعونات الطبية ممنوعة عنهم. طبعا كمان القصف للمستشفى اللي لسه حاصل، كل ده بيؤدي إلى تضخم الأزمة وحجم الأزمة الإنسانية كبير جدا في غزة. الاعتصام شهد صلاة الغائب على روح الشهداء الفلسطينيين، وأعلن منتدى شباب العالم عن دعمه لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول، وهو الحق في الحياة. كل العالم دلوقتي بينادي بيها هو وقف إطلاق النار، وده شيء ضروري علشان يبقى فيه معبر آمن لوصول المساعدات لأهلنا في غزة. سيادة الرئيس وفخامة سيادة الرئيس بيطالب إن المجتمع الدولي يمكن ينظر لغزة وأهلها من نظرة إنسانية بحتة، إن إحنا دلوقتي لازم نحترم القواعد الأساسية لحقوق الإنسان. يمكن حقهم الأساسي هو الحق في الحياة، وحقهم الأساسي إن المساعدات دي لازم توصل لهم. فبالتالي احنا كلنا شغالين على قدم وساق ان احنا نوصل الحاجات دي، ونبقى فيه غيرها وغيرها ان شاء الله جاهز، وبس يعني تبقى فيه الإشارة، يبقى فيه الضوء الأخضر ان احنا نبدأ ندخل الحاجات دي، وان شاء الله غيرها هيتوافد على المعبر. جنبا إلى جنب يقف منتدى شباب العالم مع شقائنا في قطاع غزة، ويدعو كل الدول أن تعمل جنبا إلى جنب لإيجاد حل سلمي لتحقيق الراحة لأشقائنا بالقطاع. تستمر المساعدات الإنسانية الدولية في الوصول إلى مصر من خلال مطار العريش الدولي لإيصالها لقطاع غزة. ووصلت المساعدات من دول ومنظمات عدة هي الأردن وتونس وتركيا والإمارات وفنزويلا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف. نظمت عدد من الكليات وقفات تضامنية لدعم غزة ورفض تهجير أهلها لسيناء، ونددت الوقفات بالتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، وطلبوا بإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أبرز عناوينها. الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن.
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيداً. الجامعات تنظم عدداً من الوقفات التضامنية لدعم غزة ورفض تهجير أهلها لسيناء ومنتدى شباب العالم يناشد المنظمات الدولية بوقف الحصار. انتهت نشرتنا الإخبارية، دمتم في رعاية الله. شكراً للمتابعة.